شنو الحمامة هذه في يد؟ هذه الحمامة هذوما الذيول نتاع حركة النهضة اللي احنا حطيناهم اليوم، اللي هما سي اليوم باش يقصوهم الذيول نتاع حركة النهضة. جوهر بن مبارك وسي صافي سعيد يساح في الهواء وأسامة الخليفي وسي عياض اللومي، هذوما الذيول نتاع النهضة اللي اليوم معناها تمسوا مسها من الرئيس وعندها رسالة. الحمامة عندها رسالة، يقول لك أنا الحمامة كنت رمزا للسلام، أصبحت عنوانا للإرهاب، أنا اليوم قررت يحيى الانقلاب، يحيى الانقلاب، يحيى الانقلاب. سيبك الحمامة، خليك الحمامة، حرام عليك، لا تقصها لا تعمل لها حتى شيء، سيبها خليها خاطرها هيجة. أكيد أكيد إحنا الحمامة مش سايبوها تطير، لأن إحنا نتاع حرية ونحبوا الحرية ونحن نحبوا السلام. لا احنا نحب بيت لحظة برك الحمامة، انا تو نحبك تطيرها في الحق، سايبها سايبها خلي تطير. قول هذيك حرية الحمامة خلي تطير. حل الخيط، حل الخيط، تحرير الحمامة 10 سنين واليوم تاخذ الحرية. 3 اكتوبر 2021 تاخذ الحرية الحمامة، وستنطلق ستنطلق، انطلقي لنشارك مع عن تحرير هذه الحمامة. نعم مشاركة. الكائن الكائن الحي الذي اعتقلته حركة النهضة لمدة 10 سنوات، واليوم الشعب في 3 اكتوبر طبقا للفصل 80 من الدستور وطبقا لقرارات 25 جويلية وطبقا لقرارات واوامر 22 سبتمبر يجي 3 اكتوبر صاحب الارادة الشعبية، الشعب لا يعلو فوقه احد ويحرر هذه تونس. اليوم الحمامة تحرك، اليوم الحمامة كان حي تحرر في انتظار ان يتحرر هذا الشعب، واذا تحرر هذا الشعب وتحققت سيادته فعلا سيتحرر الوطن وستكون تونس الجمهورية الثالثة جميلة، وتونس برقيها وشبابها وسحقا سحقا لمن خان دماء الشهداء. نحن خرجنا 17 ديسمبر 2010، اش قلنا؟ قلنا الشعب يريد اسقاط النظام. ماذا فعلوا هؤلاء الجرذان؟ قد اوهمونا انهم اسقطوا النظام، ولكن ضحوا براس النظام وحلوا مكانه وكانوا اشد فتكا من النظام السابق. نحن نقول اليوم الشعب يريد اسقاط النظام، ولدينا بديل للنظام وهو مشروع وطني جامع سيكون فيه الشعب صاحب القرار وصاحب الإرادة من أصغر الدوائر إلى الهرم إلى الزاوية إلى المهلك التشريعي. الحمامة وتحرر، الفلفل هذا شنو حكاية؟ الفلفل هذا يا سيدي السلام عليكم، احنا من جلاس جينا من جلاس من الفجر جينا مستعمر بوحاجة تحديدا، جينا باش نساندوا السيد قيس سعيد اللي هو أنظف من البريمة فيهم ومن أعز الناس، ونحن مساندة اللي هو ومع الشعب التونسي. الفلفل هذايا رسالة مني إلى الغنوشي، إذا كان ما فهمتش روحك وما خرجتش راني مش نحك لك شوية على خشمك، يا اسمك تفهم روحك، افهم روحك وما نروحش مع روحك. شي تخوف فيهم انت؟ سلام على، مش نخوف فيهم، اما خويا يفهم روحه خاطر هو انسان ارهابي وما يساعدناش، نحن مساندين الى قيس سعيد. انا جيت من صفاقس باش نطلب حاجه برك من السيد الرئيس. شوف سيد الرئيس، راني انا وليت معاق في الحمله الانتخابيه نتاعك الفتره، وتعرف شباب صفاقس تقلبت بين الكرب، ماناش طالبين تعويضات، نحن طالبين تبني لنا دوله قويه وعادله. ثاني حاجه، نواب البرلمان التركي اللي حتى البرغل جابوه لنا ماناش حاجتنا بهم، حبوهم يرحلوا، حبوا نواب يبنوا لنا الاقتصاد الوطني نتاعنا، مش المقارونه نتاعنا ولد في ليبيا صناعه تركيه يبدلوا كانتيكا. نحن حاجتنا اقتصادنا ينهض، شبابنا ينهض. حاجة أخرى سيد الرئيس، اليوم نطالبك، عندنا قضايا عاجلة، ملف النفايات، راهو عندنا شباب في تونس اللي طلع قمر صناعي اليوم قادر باش يحلك موضوع النفايات. إذا ما عجبناش بالأتراك اللي جابوهم لنا، جابوا لنا الألبان وقالوا هذوما عندهم الحل، الحل عند ولاد تونس. احنا ولينا معاقين ماناش طالبين تعويض، طالبين البلاد تتصلح. سيد الرئيس انت سامحني، قلت لي جيت من صفاقس. انا جيت من صفاقس، كار جابتكم من صفاقس كيفاه؟ عطاوكم الشكر؟ لا لا شوف احنا نمنع ان اول من نضحي واخر من نستفيد. نحن اولاد البلاد هذه ملاكه ماناش وراثه، احنا ملاكه واللي دافعوا على الاقتصاد التركي ما عندهمش حتى بلاصه في الدوله هذه. ناس اقتصادنا داك تقول كل شيء للدوله التركيه، يعدوا في قوانين من اجل الاقتصاد التركي مش من اجل الوطن. نحكي شو على الشعارات اللي قاعدين يرفعوا فيها توا، اخر شعار قاعد ترفع يا غنوشي بابورك زفر، يا غنوشي ماش عينا بيك، الشعب يريد اسقاط البرلمان، الشعب يريد اسقاط النظام.
الغنوشي وما تبعه انتهى، لأن الشعب عرف الحقيقة. أنتم أصبحتم تدافعون على اقتصاد دولة تريد استعمارنا بطريقة أخرى. ذات بربي لحظة، هذوما ناس بربي لحظة، هذوما ناس حتى في الوضع الليبي، في القضية الليبية نحن كان عندنا الباي الأكبر، لأن احنا احتضننا الليبيين. اليوم بمناسباتهم هما الدولة التركية فكت كل مناب تونس، لأن نحن الحلقة الضعيفة. مصر عندها الحق باش ياخذ بقعتها، لكن تركيا اخذت من راس جدير حتى لطرابلس. وين ماشيين بينا؟ تجيبوا في الألبان ونحن أولادنا بطالة. اليوم احتفالات ولا احتجاجات؟ اليوم نحن رافضين البرلمان النكبة علينا، البرلمان اللي عدي اليوم، البرلمان هذايا أنا عندي معطيات خطيرة سيد الرئيس. الناس هذوما جابونا بارونات ومافيا، البلاد أصبحت تقاد بنظام البارونات، حتى أن أصبح ليدي شاي متاعنا اليوم يترسكن في تونس. تبقى عندنا النفايات السامة، واطلب منك سيد الرئيس تفتح هذا الملف، ملف النفايات. راهو النفايات لصيد والرصاص والألمنيوم يتم رسكلته في صفاقس ويتم تهريبه للدولة التركية. نحن ناخذ النفايات والسموم، وحامض الكبريت يقتل أولادنا، وهما ياخذوا التنمية والرقي. وين ماشيين بها البلاد هذه؟ آخر ما صدر سيد الرئيس في صفاقس اليوم يباع البرغل اللي يمس العائلات البسيطة، برغل تركي ما بقى شايف البلاد. نشدوا في ناس اليوم حتى المايونيز سلعة تركية. إلى أين ماشيين بهذه البلاد؟ من ماشيين؟ هذوما ما همش ولاد تونس، هذوما بيوها، هذوما انتهى أمرهم، ما جوش باش يخدموا الشعب، جاو يخدموا اقتصاد الدولة التركية. محمد علي من منطقة الحدودية القصرين، أنا جيت من القصرين بالذات، نقلت على حسابي الخاص، نقلت على حسابي الخاص لا لي شيء، فقط باش نتكلم على أربع نقاط. أولا لا مجال لعودة البرلمان، لأنه يمثل الخور ويمثل الفساد ويمثل انحطاط ويمثل كل أساليب التعري. ما عادش حشنا به البرلمان، ما عادش حشنا بالغنوشي ولا بأنصار الغنوشي. نحن أنصار الحق، ندعو إلى استكمال مشوار الحق ونصرة قيس سعيد، ندعو إلى كذلك المحاسبة الفعلية لكل فاسد، وندعو كذلك إلى التواصل مع الشعب التونسي ومشاغله. بالله ميساج حبيت نوصله للومي والحما همامي، سامحني شوي، وحما الهمامي والطرح هذام وجوهر بن مبارك وكذا. بربي حبيت نسلكم سؤال بركة، ما ريتوش انتم الامنيين اللي تفرقعت بهم الكار وينكم وقتها؟ هكا الرضا عذاك اللي حطاهم في الكراز وينكم وقتها؟ ال20,000 اللي ماتوا بالكورونا وينكم وقتها؟ الناس اللي تاكل في الزبلة صغار في الكراز، والناس اللي تاكل من الزبلة انتم وينكم وقتها؟ وحمد همامي تحير في اسمك بالباطل وتتكلم بالباطل، حرام عليكم. وبالنسبة للغنوشي دخلت لتونس يد فيها السبحة ويد الأخرى قاعد تلكفت في فلوس والتعويذات. الله اش باش قابل ربي نهار آخر، ونهار آخر باش يسألك ربي على الشعب هذايا باش تجاوبوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ولكن نحن لا جينا لا بعشرين ولا بشوكوتوم ولا بسلامي ولا واحد، جينا نساندوا السي قيس سعيد ونفوضوه باش يتصرف في البلاد كما يحب هو ونحن وراه. من شارع الحرية، شارع الكرامة، شارع الثورة، صباح الخير، صباح الديمقراطية. ليست الديمقراطية اللي يتشدقوا بها هما، اللي أصموا أذانينا وصدعوا رؤوسنا بها، صباح النخوة والعزة. اليوم بالحق الشعب هذا هو الشعب الذي يريد، الشعب اللي حب يقطع مع منظومة فساد. اليوم نحب نوصل مساج للغنوشي اللي في حوار تلفزي يقول ما جيناكمش على ظهور الدبابات. الشعب اللي انتخبنا يتحمل مسؤوليته. اليوم انت الشعب هذا ينتخب اتحمل مسؤوليته وقال لك يزي فيه البركة إلى مزبلة التاريخ، ولا عودة بعد اليوم إلى ما قبل 25 جويلية. إذن نحب نقول للرئيس الشعب هذا كله راه معاك، الشعب هذا اللي يساندك من بنزرت البنقردان كمل، ونحن رانا معاك. اليوم احتجاجات وإلى تفويض رسمي، بالحق اليوم تفويض رسمي رئيس الدولة. هذايا تفويض رسمي باش العالم الكل يسمع. اليوم 10 بتاع الصباح
العدد نتاع المواطنين يفوق اللي احضر الجمعه اللي فاتت في العشره مرات او اكثر، وما زلنا ننتظروا في جحافل اللي جايه من كل اصقاع الجمهوريه.